الخدمات الطبية ما عندنا أي خدمات، يعني أطفال عندنا تتمرض ما عرف نوديها، نطلب أن يساعدونا بالخدمات الطبية. والله الجيش ما خلم علينا قصور وتقيدوا علينا وعزونا، وإحنا زادها من نطلب من عندكم المساعدات، هذا إيش قصر إن إحنا متحاصرين وعوائل. أجيتش تتابعون قناة موصلية؟ إي والله متابعها، إي والله، إي والله. أشكر جيش العراق على التحرير، أشكر كل من حرر منطقة العباسية، جزاك الله بخير، طول المساعدات. جرائم داعش شنو تشوف بالمنطقة؟ والله كلنا تعرفون جرائم داعش. مثل؟ على اللحية وعلى زارك وعلى أي شيء.